هو ماكس، بعدين هو دي ماكس، دي ماكس عكس الماكس. طبعا هون عندنا تو تو وان، واحد اثنين تو وان، يوز وان افيرتر. هسه لاحظ لما عندنا هون واحد اتبع هاي، هذا اون، فبالتالي اللي بكرر شو الإشارة هو الكلاك اون. سو لما تتغير الكلاك دائما واحد تصفي، هذا إشارة الكلاك بتمر اد اور مع مين، مع هاي، بنمر على وان لاين، نجي لهون هاي تتغير هون، بس هي نفسها هاي موصلة مع واحد، فبالتالي تلاحظوا 3 فولتس، وبالتالي هاي اون، فشبك هاي مع هاي، يعني شبك هذا الكلاك مع هذا الاوتبوت. هسه العكس صحيح، فبعمل هاي زي هيك، بصير هذا اون وهذه الكلاك شغالة، فبالتالي الإشارة اللي بتتأثر هي الزرقاء هاي، فبتكون هذا اون اورد مع زيرو، وبصفي عندنا هون هاي اوف، لأنه هاي زيرو، زيرو اندد وذ انيثينج از زيرو أو شورتد. الآن هاي فلكتويتنج، بس ذس on is one. لاحظ هذا ال route، فعندنا 3.3 volts on، هاي مع one بصفيها تتغير، فهاي on. لاحظ انه شبك هاي مع هاي، فهون عملنا max sync، وهنا عملنا دي ماكسينج. اوكي شكرا. بدك اكثر بدك تحط 3 امبوت جيتس، هون 3 امبوتس اند 3 اند 2 انفرترز، 2 انفرترز اند جيتس وذ 3 امبوتس.